الحمد لله، السلام عليكم. العافية يا ناصر، اعتنيتوا معزم. انت اللي ما قصرت يا صاحبي وانقذت لي حياة ناصر. مقدم ناصر، درس لك اذا قتلت احد حاول انك تعرف انه مات. لف لي وجهك يا جبان عشان اشوفك كنت تموت. الجيم اوفر. ما قلت لك يا صاحبي النظارة اذا لمعتها تعكس الحقائق؟ جيم اوفر. عاش ومات على الخيانة. ولد كندك ترى غيرك منظم. اسمع القى، انتبه لزين. يعطيك العافيه، ما قصرت. وانت يا فارس خليك بالشهر وعام، خليك في شركتك، انت مهندس ورجع مال. وانت بعد جدك ترى مالك بعد الله في الدنيا غير جدك. وانت بعد الحنان وانت يا عامر، انت بعد خويك زين. لا تخليه يروح يدرب خطأ. انت خويه، اذا شفته على غلط ترجعه. صديقك ما صدقك لا ما صدقك. انت يا ابو بدره خليك من ينسون، ترى الزنجبيل زين في البرد. نصيحه عن اخوك. انت والفارس ترك محامي العائلة. انت ناصر لا تزعل مني، بس كلمة الحق فوق كل الاعتبارات.
بالعكس يا إبراهيم، أنت فتحت عيوني على حاجات كثير أنا ما كنت شايف، وأنا وعدتك أساعدك، وأنا عندي وعدي. السلام. مع السلامة يا سيدي. تبي عمل عسكري؟ فك الكلبش مني. طال عمرك كويس. هذا أمر. فك الكلبش. طال على فكرة هذا مو مجرم، لا تخاف منه، هذا أحسن إنسان أنا شفته في حياتي. سلام يا سلام. وشلون تحركون هذه؟ شكلك بلشت يا فارس. اي والله بلشت. من هنا من هنا الله يسلمك. تعال اي تعال. خليك. اي فك فك من تحت. خبرة سألني. يا ما وديتها المحاكم. عامر. أختي حنان وين؟ اي حنان في حفظ الصون. خليها في البيت عند الوالدة. يا حليلها. والله أنا يعني مشتاق لها حيل. أجل شوف الحين نمر ناخذها. وبكرة إن شاء الله عزيمة. مفطح يا ابو بدره. افرح يا عم. قبل العزيمه تذكر المذكرات اللي كتبتها في السجن؟ ايش ابا اخذها كلها اوديها نفس الدار اللي تطبع لهلال نوري، وان شاء الله بطلعها قصه هروب. خلاص خلاص يا جدي. امزح امزح. يلا مشينا. يا احلالك يا جدي. أستاذ عيد سم، ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. هذه تيوبلس ولا لاستك؟ تيوبلس ولا لاستك؟ تيوبلس.